محمود فجال هو شاب صغير يظهر في الإعلام في أكثر من لقاء ولقاءات مختلفة، ويتحدث عن التجارة وأن يملك شركة و30 استثمار، وأن يعمم تجربته وأن يضع لك أسس ويقيم ورش، وطلع على الـ ABC، روتانا خليجية، بودكاست، قناة الحرة، ويعمل أيضا كرائد أعمال وعمره 17 سنة، ويضع لك يقول لك أنه لو سويت كذا وكذا وكذا راح تحقق هذا الثراء، وأرباح المتاجر الإلكترونية يفوق 100,000 ريال شهريا. أنا اطلعت على الفكرة العامة وأرد عليه، هو شخص محترم والعمر قدامه إن شاء الله، لكن أنا ردي على الفكرة، محمود فجال يمثل فكرة، كثير منهم يتبع ذات الأسلوب، أنا مو من هذا النوع. وقبل مدخل الحديث، قبل أن يقول قائلهم، لأن أنا شفت أن كثير من الناس اللي ردوا عليه يقولون أنتم تغارون منه وتحسدونه، يحسده من هو أقل منه، لكن أنا ما أعتقد أنه أقل منه. عندي أوشن جروب وتدير 32 استثمار، أملك عقارات في تركيا والبوسنة وأذربيجان ودبي، وعندي في الكويت أكثر من الاستثمارات سواء كان مزارع أو شاليهات. وعلى المستوى الأكاديمي أنا أنهيت الدكتوراه وتحدث 3 لغات. أقول ذلك حتى أغلق هذا الباب، أن ردي ليس من باب الحسد أو الغيرة، وإنما ردي على الفكرة اللي يطلعون ويعممون تجاربهم الخاصة ويقولون لك أن بهذه الطريقة لو اتبعت هذه الأساليب ستحقق الثراء. هذا أنا أسميهم بائعو الوهم، لا أضيع وقتي في متابعتهم. يعني إذا كنت ممن يتابعهم فهم كمن يخبرك عليك أن تلقي نفسك من الدور 120، أنت تستطيع، أنت ستنجو، حلق، أنت مو سوبرمان، أنت راح تموت إن لم تكن متمكن من أدواتك، فأنت لن تنجو. هذا باختصار. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الله ينصر الدولة الظالمة.